ماشي يا بيه، حاضر. انت تؤمر. حاضر، من عيني. ماشي يا بيه، مع السلامة. أمال فين جوزك؟ يا نوسة، مش هتفطرينا ولا ايه؟ بس كده؟ من عيني. على فكرة سليمان ده راجل مكيفني، لو ما عملش غير كده كنت استنصت. هو انت معايا ولا معايا؟ انا جاية لك عشان تقف جنبي وتحللي مشكلتي، مش عشان تقولي ان هو راجل جدع. انا ما كنتش متخيلة ان هو هيعمل كده. عشان عبيطة؟ كنت فاكرة ايه؟ مش هيقدر على زعلك؟ هيجيلك جري. المفروض ان هو ما يزعلش عشان احنا اتفقنا على كده. جري يا هند، انتوا اتفقتوا تأجلوا الخلفة مش تموتوا ابنه او بنته؟ ده لو روح تلج يا شيخ كان ولع، ما بالك بقى براجل نفسه في حته عيل. دفعت ليه دلوقتي؟ طب خلاص ما تعيطيش، ما تعيطيش بقى. انا هروح واتفاهم معاه وان شاء الله هرجعه. طب ايه رايك ما تيجي معايا وتبقى بجميله؟ لا طبعا، هو اللي يجي، مش كفايه اللي عمله؟ راح فين لو سمحت؟ أنا داخل الدكتور سليمان جوز أختي. لا، كان هنا ومشي من شوية. مشي؟ متعرفش راح فين؟ راح القلعة. فين في القلعة؟ عند مسجد محمد علي، هتلاقيه بيصلي هناك. بيصلي؟ هو متعود يصلي هناك يعني؟ متعود يصلي هناك إن شاء الله. طيب شكرا. شكرا عليك. سمع الله لمن حمده. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الله سبحانه وتعالى يقول: مدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره. الله غالب على أمره. المطلوب مننا إن إحنا بس يعني نمشي مع أنفسنا ونخطط لحياتنا، لكن بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله، لكن نترك النتائج لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى غالب على أمره. رأينا أن ابن نوح عليه السلام طلب له النجاة ولكنه كان من المهلكين،
ابن يعقوب عليه السلام اللي هو سيدنا يوسف عليه السلام، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً طلب له الهلكة فكان من الناجين. فالله سبحانه وتعالى غالب على أمره، فإذا اتخذت بالأسباب لا تنسى أبداً المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. هذا ما أعلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أنا عارف إن هند أختي غلطانة والغلط كبير كمان، وإن الغلط من ساسها لراسها، بس سليمان صالح للأسف هند مش شايفة إنها غلطانة، هند شايفة إنها صح. أنا فاهم إني يعني اتربت لوحدها وإخواتها مش جنبها، بس ده ما يخليهاش تعمل حاجة زي دي، ما يخليهاش تاخد قرار إنها تقتل نفس بريئة. أنا مش هستحمل. معاك حق يا سمنان، أنا مش جاي أدافع عنها ولا أقول لك إن هي مش غلطانة ولا إن هي بتعيط من ساعة ما أنت سبتها ليل ونهار. أنا جاي أقول لك إن أنت زدت في نظري أوي يا سمنان. لو في حد غلطان يبقى أنا يا سليمان. أنا غلطت اللي أنا حكمت عليك من غير ما أعرفك، قطعتك وقطعت أختي سنين. الغلط عندنا. أنا ما بقولكش كده عشان ترجع لهند أو تصالحها. اعمل اللي أنت شايفه صح، دي حاجة ترجع لك. أتكل على الله. أنا عايز حاجة؟ أنت رايح فين؟ أروح كمل أنت الدرس اللي أنت فيه. أنا على فكرة خلصت، ممكن أوصلك حتى أشوف. ممكن أخليك تسوق. ماشي يا عم. أهلا وسهلا. أهلا 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 يا هانم، إيه الجمال والحلاوة دي يا فندم؟ إيه القمر ده؟ اللهم صل على النبي. وحضرتك العروسة؟ لا أكيد صاحبتها اللي أحلى منها. أمال إيه القمر ده؟ مامتها. مامتها؟ إحنا اتضحك علينا بقى، ده أكيد العروسة عندها سنة وربع. لا أصل أنا اتجوزت بدري أوي 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 أوي. يا بختك. أنت بتتكلم مصري إزاي كده؟ بتكلم مصري من بقي. حضرتك تحت الهدوم دي هتلاقي فيه جلابية. هموت أنا وعيد السنة. أكبر فين العريس؟ انت عارفه بقى شباب الايام دي، عريس بقى هيلبس وهيستحمى وهيتشطف، واكيد وهو جاي راح بقى يجيب حاجه حلوه كده عيد. طبعا زمنه جاي زمنه جاي. امال مسيو اسمه ايه؟ شحشة حسين. اهلا يا حسين. هي 30 اهلا في بعض. قولي يا حسين، هي والدتك جايه مع اخوك؟ حضرتك بتكلمي حد ورايا ولا انا؟ ما هي جت قبل كده مع اخوك لما جم يتقدموا قبل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. والمكان هنا مسكون ولا ماما جت هنا مع اخويا؟ لا اصل ما قلتلكيش، ما حضرتك ما عرفتيش. ماما تعيشي انت الله يرحمها. البقاء لله، لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله. انا لو اعرف ان كنت جيت عزيز. وانا كمان لو ده حضرتك والله كنت هتنوري. عارفه ده لو انت دخلت المنطقه ما كنتي. ان شاء الله المره الجايه ملحوقه تيجي على بيات بقى ان شاء الله. كلامك الحلو خدناه يا حسين. وانت تقول لك تشرب ايه؟ انا اي حاجه في الرغيف. يعني ايه المتاح؟ المتاح. انا مش عايز اتعب. والنبي ما انتبعت حد الشرعي بتاعي عشان خاطر. لا حق وما جبتش. تشرب ايه؟ ثانية واحدة. حضرتك بتحب الكوتشينة؟ نص حياتي. وانا الكوتشينة كل حياتي. يوه، حتى في التليفون ما بتردش يا حسين، ده انت مصيبة. ايوه يا سوشي، الواد حسين عندك؟ صابرين افتحي الباب. انت مستنيه حد؟ صابرين دي شغاله؟ حياتك تعالي.
يخرب بيت جمالك. امال بفصلنا طرح هتبقى عامله ازاي؟ قلت لي 5 دقايق ليه اتاخرت هالقد؟ معلش الواد حسين حصل له ظروف ما عرفش يجي. حسين ما انا قاعد مع ماما جوا. حسين مين اخويا؟ شوف بقى انا بقى. نشوف بقى انت بتعمل ايه يا حسين؟ تسالي عامر انت ايه اللي جابك هنا؟ ايوه هو ده بقى عامر العريس. عريس ايه؟ انا يا ام. هو انت مش ابن مدام فيفي؟ بالذمة ده منظر واحد ابن مدام فيفي. لو تسمح لنا يعني احنا جايين النهارده نخطب عامر ابننا لبنتكم صابرين. قلت ايه يا حجه؟ حجه؟ لعبه بقى ونطبخينها. لا الحاجات دي ما تدخلش عليا. نعمل شو بس يا ماما؟ هي يا بنتي انت مش قلت ان امك موافقه ونيجي نتقدم في اي وقت؟ والله العظيم قالت لي انه يجوا يتقدموا وهنوافقهم هالمره. مش صح يا ماما؟ لا انا كان قصدي على العريس اللي اتقدم لها قبل كده ورفضته، مش عليك انت. رفضته هو، وافقت عليا انا. طب نقرا الفاتحه. لا انا قلت لك 100 مره ان انا مش موافقه وما عنديش بنات للجواز. اتفضلوا بقى من غير مطرود. امك بتحسدني كل مره. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيفك؟ تفضلوا. اهلا تفضلوا. شو تفضلي ماما؟ انا ما راح اتجوز غير عامر. شوفي يا ماما. هلا ما في شيء. رؤي ما في شيء. اتفضلوا. يا اهلا اهلا. مساء الانوار يا حاجه فيفي. اهلا. والله معلش بقى طبيت قصدي كده من غير مناسبه يعني ولا ميعاد. كان في مشكله مظهرين البطن بتتخانق يعني كنا بنجهز العيال اختلفنا على نجفه بس الحمد لله حليناها. انا هجيبها. عامر اخويا العريس. صابرين خطيبته صاحبه المشكله. خطيبته؟ ايه خطيبته؟ كدبتش عليكي. يلا يلا سامح. يلا يلا سلام يا سموحه. خد بالك من السلمه المكسوره. بقى هيك بتتحديني؟ لو اخر رجال بالدنيا كلها مش حوافي. وراي يا حاجه مالك؟ ما تقولش حاجه. اتفضلوا بقى من غير ما ترد. يلا امك بتطردني تاني يا صابرين. كل ما اجي بتقل امتي والنبي ما شايفه وش تاني. والله يلا جاي انا كمان. خلاص تعالى قدامي اخر مره اجيبك في حته هتسفل. يلا لا 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 لا. يلا عم سليمان. انا هموت منك على فكره. ما تخافش يلا اطلع بيت شرب معايا شاي. لا لا انا هروح اريح شويه ورحمه الميتين اللي كنت طالع معايا. اطلع اطلع معقول تيجي لغايه هنا ما تشربش معايا شاي؟ طيب طيب صدق بالله انا حبيتك. ماشي يا سليمان اتفضل. انا مش هفهم انت مصمم ليه اطلع معاك. عرفت بقى. بقول لك يا نوسه تعالى نسيبهم يقعدوا مع بعض شويه. نتغدى مع بعض ان شاء الله. هند كده برضو يا سلمان؟ تحرجني قدام الطلبة في المعهد؟ هو ده يفرق معاكي انت؟ طلبة في المعهد؟ لا مش هو ده اللي فارق معايا ومش هو ده الموضوع أصلا. بس برضو يا سلمان سويتو اسبوسا ما ينفعش تعمل معايا كده. يا سيكيري اسمي اسبوسا. ما هو عشان انتي مرتي
ما كانش ينفع تاخدي قرار زي ده من غير ما ترجعي لي انا، بالذات انك عارفه قد ايه انا عاوز اخلف منك انتي. وانت عارف قد ايه انا رافضه الموضوع ده. وانا ما بقتش صغير، ما ينفعش استنى اكتر من كده. يا سلمان انا ما اقدرش اعمل نفسي مش واخده بالي، انا مش مرتاحه، مش مطمنه. مش مطمنه؟ يعني بعد سنين جواز مش قادر احسسك بالامان؟ ده بالعكس، بقيت احس انك كنت لازم تتجوزي واحد مصري يمكن يعرف يبعدك عن الخوف ده. اوعى تقول ان انت هتسيبني يا سلمان. هند انت عايزه ايه؟ عايزاني اعمل ايه وانا هعمله؟ انا مش عايزاك تسيبني تاني سلمان. انا لما لقيتك مش جنبي حسيت ان انا تايهه. انا ما بقتش فاهم اي حاجه. شويه تقولي لي انك حاسه بالامان معايا، وشويه تحسسيني انك مش مستريحه. انت عايزه ايه؟ طب بص انا عندي فكره حلوه قوي، خلينا نتفق اتفاق. لو انت عايزنا نخلف انا موافقه، بس اعملي اللي انا نفسي فيه. لا يا هند. يا سلمان انا عايزه اسافر، خلينا نروح كندا نعيش هناك وناخد الجنسيه. وليك عليا يا سيدي، لو عايزنا نخلف دست انا موافقه. انت دي خميل بيفس يو نو واي يا خارد خيبته. انا قلت لك انا بحب مصر، بحبها بحبها وبحب اهلها، ده انا حتى بحب الشوارع الزحمه بتاعتها. وبعدين مصر بتعامل الاجنبي غير اي مكان في الدنيا. حتى لو هنتعب في كندا يا سلمان، كيرو بيخر، انا عايزه مستقبلنا. وبعدين انت جات لك كذا فرصه ان انت تدرس هناك وانت اللي بترفض. يعني يا نسافر يا نبعد عن بعض. يا سلمان ارجوك افهم بقى، انا حاسه بخوف، مش مطمنه. خلينا نسافر، جايز اخف من الاحساس اللي بالغربه اللي عندي ده. Tú te acuerdas que yo soy español, ¿no? يا هند انا اسباني وجاي من اوروبا وعايش هنا في مصر وحاسس اني عايش في وسط اهلي، وانتي حاسه بالغربه. هند انا لما اتجوزتك واتجوزت معاك البلد دي، فاهمه؟ ما تسيبنيش يا سلمان، لو نزلت هنزل معاك. تعال نوز. ايه الاخبار؟ ايه يا بنت، ايه الاخبار؟ طيب جبت لكم فراخ مشويه، خدي اكلي جوزي. بيت بيتك يا سليمان بقى، هنسيبكم شويه مع بعض كده كل يوم. لا 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 ما تنزلوش. ما ننزلش ازاي؟ انا هعدي عليك بكره ان شاء الله، اخوكم بقى اتفرجوا على الارض الجديده، انت وهند ونوسه. مش يمكن هند مش عايزه تشوح؟ كلام ايه يا عم الحاج اللي بتقوله ده؟ قال يا بنت مش هتيجي تشوف الارض الجديده؟ الارض الجديده هروح. هتروح ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي ناكل معاهم مره واحده. يلا. جيب لكم فراخ مشويه وممبار وورق عنب. يلا 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 يا سليمان. يلا ربنا يعوض عليك. افتح شيل البتاع دي من هنا. افتح كده. يلا. بيت بيت. ايه؟ يلا. اقعد يا نوسه. اقعد. انت اقعد جنب مراتك. روح روح روح. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نقفل برضه في ذوق واحد. بتفتحها يا نوسه. اهو يلا.